الناس يضطرون إلى عمل كاميرا مراقبة في غرف نوم، فيمكنك القيام بعمل برايفسي ماسك في منطقة السرير، وتجعل الكاميرا فقط تصور مثلا الدولاب والأماكن التي بها مثلا مجوهرات وبها الأموال. هذه الخاصية تسمى برايفسي ماسك، يعني قناع الخصوصية، وهي خاصية سوف نتعرف عليها، حيث يمكننا إخفاء جزء أو عدة أجزاء من كاميرا المراقبة حيث لا تظهر لا في المباشر على الشاشة وكذلك على الهاتف، وأيضا لا تظهر في التسجيلات. هذا الفيديو سوف يشمل أجهزة هيكفيجن القديمة والحديثة. أولا إلى القائمة الرئيسية، كليك يمين بالماوس منيو، نذهب إلى خيار كاميرا، جيد، ثم نذهب إلى هذا الخيار Privacy Mask. أولا نختار رقم الكاميرا، هل هي رقم 1، 2، 3، مثلا في حالتي رقم 1، أقوم بتفعيل خيار Enable Privacy Mask، جيد. هنا لدينا المنطقة الأولى ولدينا المنطقة الثانية والثالثة والرابعة، يمكنك إنشاء 4 مناطق في أي كاميرا، يعني 4 مناطق يمكنك إخفاؤها في نفس الكاميرا. مثلا أنا سوف أقوم بإخفاء هذا الرينج لايت، يعني لا يظهر في الكاميرا، أقوم بالضغط بالماوس ثم أقوم برسم هذا المربع كما تلاحظون هكذا. أنت مثلا في حالتك في صورة كاميرا المراقبة، مثلا باب منزل جارك أو أي منطقة لا تريدها أن تظهر في كاميرا المراقبة، ربما هي منطقة زائدة أو منطقة تشوش عليك، نضغط على Apply، جيد جدا. كما تلاحظون الآن سوف أخرج Exit. كما تلاحظون الآن لم تعد تظهر الجزء الذي قمت بإخفائه، لم يعد يظهر في الكاميرا، هذا شيء رائع جدا. كما تلاحظون هنا على الهاتف على تطبيق هيكونكت أيضا، يعني الصورة البرايفسي ماسك موجود، يعني ها هو ده، هو نفس البرايفسي ماسك الموجود في شاشة التلفاز المتصلة مع جهاز دي في آر. يمكننا إضافة برايفسي ماسك آخر مثلا هنا، يمكنك أيضا إضافة برايفسي ماسك آخر كما تلاحظون، ويمكنني مسح مثلا البرايفسي الثالث، الزون الثالثة، الثانية، الأولى، على حسب مثلا ما أريد أنا. وهنا أعمل كلير أول وأضغط أبلاي فيختفي البرايفسي ماسك. هذا بالنسبة لأجهزة هيكفيجن القديمة. بالنسبة لأجهزة هيكفيجن الحديثة فسوف أريكم الطريقة الآن. بالنسبة لأجهزة الـ HVR الحديثة هناك لدينا الكثير من الخيارات، نذهب إلى خيار كاميرا ثم نذهب إلى خيار Privacy Mask، نختار أيضا رقم الكاميرا ونفس الخطوات التي قمنا بها، نفعل خيار Privacy Mask ونقوم يعني بتعيين المناطق التي نريدها ألا تظهر صورة كاميرا المراقبة.